الأهلي هو أفضل فريق في أفريقيا، ولا أحد يمكنه إنكار ذلك. ولما لا يلتقي الأهلي ومنياما في النهائي؟ ستكون مباراة رائعة بالمناسبة. هذه هي زيارتي الثالثة لمصر، لقد سبق لي وأن زرت مصر في العام 2003. لدي علاقة طيبة بميرسي تاو، فلعبنا معا في منتخب الجنوب أفريقي، فهو شخص جيد ولاعب رائع وأحد أفضل اللاعبين في جنوب أفريقيا، وأنا سعيد جدا من أجله لأنه يبلي بلاء حسنا مع الأهلي وفي بلد أجنبي. أتمنى له الأفضل، وأنا أعرف أنه لن يخيب أملنا. أقول مرحبا لجماهير الأهلي، ابقوا على دعمكم للأهلي، فطاقتكم مذهلة وأجواء تشجيعكم رائعة. بطولة قوية، الفرق فيها 7-8-9 فرق كويسين جدا. المجموعة أنا شايف اللي هي متوازنة بتاعة الأهلي وبيراميدز، برضو عندهم مجموعة متوازنة. أصعب مجموعة اللي هي مجموعة البي، اللي هي فيها اثنين رجاء وصن داونز والجيش الملكي. فأتمنى التوفيق لكل الفرق. طبعا أهم حاجة بالنسبة لي يعني الفرقتين المصريين والفاينل يكون مصر. طبعا ده نادية ومن النادي اللي يعني ده يعني النادي من صغري انا بشجعه وانا عندي 5-6 سنين. فانا بالنسبه لي ده ناديه واللي هفضل اشجعه برده واللي بحبه. لكن بحق على كل واحد، هو لازم يخلص للمكان اللي اداله. يعني انا لعبت 12 سنه في النادي الاهلي، ف معظم عمري كله فيه. دائما نكون سعداء باللعب ضد الأهلي، لأننا نعلم أننا سوف نقابل فريقا كبيرا وسوف نلعب مباراة كبيرة. الأهلي فريق يجعلك ترتقي دائما بأدائك إلى مستوى أعلى، وإذا تقابلنا مع الأهلي سوف نفعل كل ما بوسعنا لكي نفوز عليه. وبالنسبة للأهلي، فالأهلي الآن في طريقه للمرة السادسة على التوالي للوصول لنهائي دوري الأبطال، وهذه هي المرة 22 لهم في مرحلة المجموعات. وبالطبع الأهلي هو حامل اللقب وسيحاول الحفاظ على لقبه، وهم المرشحون الأبرز للفوز بالبطولة. ولنقل أن الأهلي يعتبر هو ريال مدريد أفريقيا. بالتأكيد المسابقة لن تكون سهلة بوجود الأهلي، وحتى وإن كان الزمالك غير موجود فإن مازيمبي وصن داونز والترجي وأورلاندو والرجاء كلها فرق تعرف جيدا معنى المواعيد الكبرى ولديها خبرة بالمواعيد الكبرى. الأهلي بالتأكيد لديه الفرصة للحفاظ على لقب، لا أن استاد القاهرة الذي يستوعب قرابة 80,000 متفرج هو استاد مخيف. نعم، أنا بدأت بالقول بأن الفرص متساوية. الأهلي له ميزة أنه فاز بهذه البطولة عدة مرات وهو في مرحلة إعداد متصل، ولكن ليس هناك فريق يستهان به في هذه المرحلة. أنا أعتقد كل الفرق مؤهلة، ومن الصعب الحكم الآن من هو الفريق الذي سيفوز بالبطولة.